المحاضرة التانية من دبلومة التحكيم أربكس، دبلومة جديدة من نوعها، الغرض منها نشر العلم في مجال التحكيم وإخراج جيل من المهندسين أو المحامين عارف مبادئ التحكيم وعارف التحكيم بيشتغل إزاي. هنمر في الدبلومة دي على 5 كورسات أساسيين. الكورس الأول اللي هو محاضرة النهاردة جزء منه بعنوان التحكيم في ضوء القانون المصري والمؤسسات الدولية، بنبدأ نتكلم على القانون المصري للتحكيم ونجيب التحكيم من البداية خالص، بداية من تعريف التحكيم و سواء انا شاير معاكم الصورة، بداية من تعريف التحكيم واتفاق التحكيم وسلطة الوكيل وحكم التحكيم. نبدأ التحكيم من البداية خالص ونتكلم على الكلام ده في ضوء القانون المصري. وطبعا مش هننسى ان احنا لما نيجي نتكلم عن التحكيم لازم نتكلم على التحكيم الدولي والمؤسسات الدولية، غرفة التجارة الدولية بباريس ومركز لندن للتحكيم. كل مركز من دول له قواعد وله شروط بيطبقها عند التحكيم، ويمكن سمعنا كلنا طبعا على القضايا اللي مصر خاضتها في التحكيم نتيجة المشروعات الدولية والكلام ده. فدي هتبقى المادة الأولى، وهي عبارة عن 10 محاضرات، كل محاضرة حوالي ساعتين ونص. وابتدينا أول محاضرة الأسبوع اللي فات شرحها دكتور محمد سليم العوا، وكان اتكلم على المقدمة، وطبعا هينضم إلينا تاني في خلال الكورس في محاضرات معينة، يعني هو هيشرحها إن شاء الله. ثم نبدأ ندخل على المادة الثانية، طرق فض نزاعات في عقود الفيديك، والمادة دي معتمدة من الفيديك وبيطلع لها شهادة من الفيديك نفسه بتتبعت على الإيميل بتاع كل مهندس، وهي بتتكلم على طرق فض النزاعات في عقود الفيديك. فإحنا لقينا إن لازم يبقى طالما بنتكلم على التحكيم وفض النزاعات نتطرق إلى أشهر العقود المطبقة في المنطقة العربية على آلية فض النزاع، بداية من الكليم أو المطالبة وصولا للتحكيم وتفاصيله والدي اي بي والكلام ده كله. ثم هنبدا نتكلم على التحكيم التخصصي وقوانين التحكيم في الدول العربيه. التحكيم التخصصي طبعا احنا عارفين التحكيم ما بيكونش فقط في المشاريع الهندسيه، لكنه بيبقى في مشاريع تانية كتير، منها في عقود البترول او في التحكيم الالكتروني. ويمكن اظن احنا هنكون من اوائل الناس ان لم نكن اول الناس اللي اتكلم في التحكيم الالكتروني والتحكيم في عقود التجارة الإلكترونية أو في التجارة الإلكترونية، ثم التحكيم البحري. مواضيع كتير هنحاول نتكلم فيها شوية بحيث تبقى الناس سبيشاليزد بشكل أكتر عن المادة الأولى والتانية. ثم نيجي بقى للجزء العملي جدا في الدبلومة بتاعتنا، آخر مادتين، المادة قبل الأخيرة قضايا تحكيمية أربكس 04، اللي هنبدأ نتكلم فيها على قضايا تحكيمية حقيقية، وهيبقى فيها مش مجرد شرح، هيبقى فيها تطبيق عملي المهندسين هيبدأوا يطبقوه بإيديهم. وهنتكلم على قضايا كان الكور فيها أشهر المواضيع: غرامات التأخير، إجراءات التحكيم، عمل الخبير، التعويض، المواضيع الرئيسية هنتكلم عنها من قضايا تحكيمية حقيقية تمت على أرض الواقع، بحيث نربط ما بين الجانب العملي أو الجانب النظري العلمي اللي كل الناس ممكن تبقى عارفاه، وهنتطرق إلى قضايا تانية تحكيمية حقيقية بحيث نربط ما بين النظري وما بين العملي. ثم المادة الأخيرة أربك 05 دي تكاد تكون وركشوب، هي ما هياش هيبقى فيها تلقي، هي كلها وركشوب بالكامل. كل المهندسين اللي حضروا ال4 مواد هينضموا معانا في المادة دي على تدريب عملي على التحكيم. انت مشكلة التحكيم الرئيسية ان غالبا معظم القضايا فيه كونفيدنشال، وما بتقدرش دايما تطلع عليها وما بتقدرش دايما تشوفها، فبتلاقي نفسك مش عارف تاخد الخطوة الاولى، مش عارف تمارس التحكيم. المادة دي هتتيح الكلام ده، هتعمل زي سيميوليشن لعملية التحكيم، والمهندسين هيكتبوا حكم التحكيم، ومهندس ماجد بنفسه هيتابع معاهم الحكم ده ويصلح الأخطاء، ونخش في تفاصيل التحكيم بالكامل إن شاء الله. طبعا الدبلومة دي بيشرحها معانا كذا يعني دكتور ومهندس، منهم مهندس ماجد خلوصي طبعا، ودكتور سليم العوة، ودكتور نبيل عباس، ودكتور مهندس مريم العوة. طبعا في كتب أساسية بتبقى خاصة بكل مادة، بحيث يبقى في مرجع نقدر نرجع ليه في مجال التحكيم، مش بس بريزنتيشنز بتتوزع على المهندسين. ده تعريف سريع كده بالدبلومة.
هنخش النهارده في المحاضره بتاعت النهارده اللي هيتكلم عليها مهندس ماجد، وهي هتكون بعنوان اتفاق التحكيم ومواصفات القاضي. لما نيجي نعمل تحكيم محتاجين نعرف اتفاق التحكيم بيتم ازاي وايه شروطه، والمحكم نفسه او القاضي اللي هيحكم ايه مواصفاته وازاي نختاره. فده ان شاء الله هيبقى البدايه. مهندس ماجد، ممكن حضرتك تفتح الميكروفون؟ تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل المرسلين سيدنا محمد عليه أكمل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هنبدأ النهاردة نستكمل اللي أستاذنا الدكتور سليم العوة بدأه، اللي هو زي ما قلنا إنه التحكيم بيقوم على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول اتفاق التحكيم، والمحور الثاني إجراءات التحكيم، والمحور الثالث حكم التحكيم. ولذلك بيقولوا اتفاق فإجراء فقرار. هنبدأ الأول الحقيقة بشيء مهم جدا، الحقيقة لابد أن نتحدث عنه، وهو هاخد وصف قاله عمر بن الخطاب على القاضي. قال إيه؟ قال ينبغي أن يكون القاضي موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه، ولا يكون فظا غليظا جبارا عنيدا. يجب أن يكون القاضي شديدا في غير عنف، لينا في غير ضعف. يجب على القاضي أن يتقي الله ويقضي بالحق، ولا يقضي لهوى يضله. لا ينبغي للقاضي أن يستقرض، لا ينبغي له أن يتكلم مع أحد الخصوم في أي مجلس وبشيء من الخصومات. لا يقبل القاضي هدية إلا من ذي رحم. القاضي لا يذهب إلى ضيافة أحد الخصمين قط، ولا يجوز أن يضيفه. لا يجوز للقاضي أن يبدو منه أي حركة توجب التهمة وسوء الظن. شوفوا الحتة اللي جاي كده كمان، لا يجوز للقاضي أن يضحك مع أحد الخصوم، أو يمزح معه، أو يتلطف به، أو يلقنه حجته. لا يجوز للقاضي أن يرفع صوته عليه الخصم، ولا يقوم له، ولا يلقن الشاهد شهادته. على القاضي العدل والمساواة في معاملة الخصوم، في الجلوس وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليهما. ده أول حاجة حبيت أوضحها الحقيقة، والدكتور سليم العوة سيتفضل مشكورا يشرح سلوكيات المحكم. ندخل بعد كده نتكلم عن التحكيم بقى. التحكيم بعبارة عن إيه؟ أي نزاع بيحل بثلاثة وسائل. أسهل هذه الوسائل هي التسوية الودية. كيف تتم التسوية الودية؟ إما بالتفاوض، أو باجتماع الأطراف مع تعيين حاجة اسمها وسيط. يقوم الوسيط بتقريب وجهات النظر وليس له قرار، أو التوفيق هو مثل الوساطة، ولكن الفرق أن الموفق يتخذ قرارا، ولكنه قرار غير ملزم يجب أن يوافق عليه الأطراف. أو بعد كده في حاجة غير موجودة عندنا اللي هي بيقولوا عليها المحكمة المصغرة، أو لو في عقود الفيدك مجلس فض النزاعات. كل هذه الأمور تعتبر كأنها تسوية ودية. الطريق الثالث
هو التحكيم. التحكيم هو أسلوب من أساليب فض النزاعات، وهو أسلوب شبه قضائي. ثم القضاء، يبقى أسهل حاجة إيه هي؟ التسوية الودية. يليها التحكيم، يليها القضاء. القواعد اللي بيقوم عليها التحكيم هو البساطة والسرعة والسرية وضرورة سلامة الإجراءات وقلة التكلفة. والموضوع ده تفضل الدكتور سليم وتحدث عنه. نتكلم على، ندخل بعد كده في خصائص التحكيم الهندسي. احنا الدورة دي مش تحكيم هندسي فقط، إنما أنا حبيت الحقيقة أذكر التحكيم الهندسي وخصائصه اللي بعدها، لأنه إحنا أقرب ما يكون إليه. التحكيم الهندسي أولاً بيفض خلاف الذي ينشأ بين أطراف العقد الهندسي. أطراف العقد الهندسي المهندس والمقاول ورب العمل، وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا إنه رب العمل الخلاف بيبقى إما من رب العمل والمهندس أو رب العمل والمقاول، ولا يوجد ثمت خلاف بين المهندس والمقاول، لأن المهندس ممثل لرب العمل. وبالتالي فالمهندس إحنا بنحطه هنا لأنه عادة أو أحيانا يكون بينه وبين رب العمل خلاف. طيب، التحكيم الهندسي يتطلب نظره نوعا من الخبرة، وبالتالي هو أقرب ما لابد، يعني ده رأيي الحقيقة، أن يحسم عن طريق التحكيم، لأن القضاء غير متخصصين في هذا الأمر، فحيستعين بخبير. نرجع لو استعنا بخبير، فالخبرة هو ما أدراك ما الخبرة، تاخد لها سنتين ثلاثة قبل الخبير ما يدي تقديره، وبتكون النتيجة إنه النزاع كله بيبدأ يتعقد تعقيدا شديدا لا تحتمل قضايا التشهير. ولذلك فهذه المشروعات تقتضي أن يحسم النزاع بسرعة حتى لا تتعطل المشروعات، يحتاج عادة إلى تخصص دقيق، يحتاج إلى سرعة في الإجراءات. قد التحكيم الهندسي يغني عن اللجوء إلى القضاء، أو يغني عن اللجوء إلى الخبير، وعادة لا تحتمل القضايا الهندسية الإجراءات أمام المحكمة. أطراف النزاع عادة، اللي بعدها يا محمد، أطراف النزاع إما المالك ضد المقاول، دي مكتوبة غلط معلش، إما المالك ضد المقاول، أو المالك ضد الاستشاري، أو بين الاستشاري ضد المالك، أو إحنا قلنا المقاول ضد المالك أو الاستشاري ضد المالك، أو العكس، أو المقاول ضد المالك، يعني المالك ضد المقاول، أو المقاول ضد المالك، الاستشاري ضد المالك أو المالك ضد الاستشاري. التحكيم كنظام قضائي خاص عادة يبقى الأطراف يرغبون في حل منازعاتهم بعيدا عن النظام القضائي. ليه؟ أظن يعني إحنا مش محتاجين نشرح إن النظام القضائي بيتميز، أو من أكبر مساوئه، طول المدة. بجانب يمكن حاجة برضو نذكرها وكلكم تلاقيكم مريتوا عليها، إنه الجهاز الذي يعمل للأسف مع القضاء، المحضرين وكتبة الجلسة والكلام ده كله، ما بيمشوش حاجة من غير فلوس، وأنتوا تعلموا هذا جيدا. فالموضوع ده هو بيبقى مقلق جدا،
لأنه القلق من إيه؟ من أنه سهل جدا هذا الشخص يخفي ورقة، وأنت نكاية فيك ما دفعتلوش الواجب اللي هو عاوزه، فهيخفي ورقة، الورقة دي قد تكون قاطعة في الدعوة. هذا الكلام ما بيحصلش في التحكيم إطلاقا. في حالة وجود أطراف أجنبية الحقيقة بيشترطوا عند التعاقد عدم اللجوء إلى القضاء، ده بيبقى شرط. التحكيم يتميز عن القضاء بأنه سري، لأن المجموعة التي تقوم بالتحكيم هي هيئة التحكيم والسكرتير، والسكرتير هيئة التحكيم عادة يكون شخص زي حالاتنا كده، ما هو الشخص زي اللي بتشوفه في المحكمة اللي فتح الدرج على طول ده، فشخص محترم ومؤهل وبالتالي وفاهم شغله، فلا يمكن ان مستند يضيع او يتسرب. ثم ان القضايا اللي هي بتعرض على التحكيم عندما تكون محتاجة الى خبرة خاصة، ففي هذه الحالة يبقى الاستعانة الى التحكيم اصبح امرا ضروريا. ميزة التحكيم كمان بيوفر مناخ مناسب لأطراف النزاع حفاظاً على علاقاتهم، ما فيش توتر، بتكون جلسات التحكيم جلسات هادئة في مكان راقي هم بيختاروه، المشروبات تدار وهيئة التحكيم شغالة، ما فيش أي مشكلة تسبب توتر، ورئيس الهيئة عادةً بيحافظ على أنه لا يحدث توتر أثناء جلسات التحكيم. نظام التحكيم يقوم على عدة مبادئ. المبدأ الأول بيسموه مبدأ سلطان الإرادة. يعني إيه سلطان الإرادة؟ يعني طرفي التحكيم بيقرروا إنهم يلجأوا للتحكيم بإرادتهم، سواء بيحدد كل حاجة في التحكيم، بيحدد مكان التحكيم، بيحدد لغة التحكيم، بيحدد أتعاب التحكيم، بيحدد تشكيل هيئة التحكيم وكيف تتم. كل هذه الأمور هو بيحددها، وبالتالي مش زي المحاكم، المحكمة بتحدد لك المكان نتيجة محل إقامتك، وبتحدد لك القانون اللي هو قانون البلد، أنت تستطيع أن تتفق على غير قانون البلد. إنما في التحكيم أنت اللي بتختار كل حاجة، وده بيخليك الحقيقة أكثر راحة وإطمئنانا للحكم الذي يصدر. بيشترط في التحكيم أن يكون خاليا من أي عيوب من عيوب الرضا، اللي هو الغش والتدليس أو الإكراه، وحنشرح وإحنا بنتكلم كيف تنتج كل واحدة من دول. محل التحكيم يشترط فيه ألا يخالف النظام العام. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش نتفق أو نلجأ إلى التحكيم في قضية مخدرات لأنه ده تخالف النظام العام، ولذلك بيقولوا ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم. يعني لا يجوز التحكيم في ما لا يجوز فيه الصلح، لا يجوز الصلح في كثير من الأمور اللي دي تعتبر من النظام العام. المبدأ الثاني وهو استقلال التحكيم. يعني إيه استقلال التحكيم؟ يعني لما بتكتب في اتفاق التحكيم، اتفاق تحكيم اللي هنتكلم عليه بعد شوية واللي شرحه الدكتور سليم العوة، في هذه الحالة اتفاق التحكيم الموجود في هذا العقد
مستقلة عن العقد. يعني إيه مستقلة عن العقد؟ يعني عندما يبطل العقد لا يبطل الاتفاق. فاتفاق التحكيم هنا مستقل عن العقد. يتميز كمان باختصاص الاختصاص. يعني إيه؟ يعني هيئة التحكيم تحكم في صحة اختصاصها، وأحد الخصوم هيدفع بأن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر هذا النزاع لأي سبب من الأسباب، خطأ في تشكيل هيئة التحكيم، مثل أحكام المحكمة، ولكن يطعن بالبطلان بسبب خطأ إجرائي. أي هذه الأحكام لا تستأنف، تعتبر كأنها حكم نهائي درجة تانية. وبالتالي ده ميزة من ميزات التحكيم. بيشترط ضمانات، نفس ضمانات التقاضي الأساسية يجب أن تتوفر في التحكيم، وهي حق الدفاع للطرفين والمواجهة، حق المواجهة والدفاع. واحد بيقول الصوت راح. ايه؟ من عنده؟ السلوكيات المحكم زي قلت لحضراتكم هيتكلم عليها الدكتور سليم بإسهاب لأنها مهمة جدا الحقيقة، إنما أنا هقولها باختصار. عدم إفشاء أسرار المداولة، ما يصحش إنه المحكم يقول يقابل أحد الخصوم ويحكي عن اللي تم في المداولة، أن المداولة يجب أن تكون سرية. ألا يستفيد من أي معلومة طرحت أمامه أثناء التحكيم. نفترض إنه القضية كانت قضية وكالة لأي نوع من أنواع السيارات، والراجل عرض عليه واكتشف العمولة التي يأخذها أحد الخصوم، عمولة إنه يوزع السيارات العالمية دي، وخد المعلومة وراح لجأ للطرف وقال له والله أنا هاخد منك أقل مثلا. فيجب أن لا يستفيد من أي معلومة المعلومات التي تطرح أمامه أثناء التحكيم، ويجب أن لا يكون له أي علاقة بأي طرف من أطراف التحكيم. الأطراف التي تشارك في التحكيم: المحكمين الأول، والمحامين ممثلي الأطراف، والسكرتارية، والخبراء لو احتاجنا إلى الاستعانة بهم. هتقول لي طيب لو كان المحكم أصله على خبرة كبيرة بالموضوع، هل نحتاج للاستعانة بخبير؟ قد يطلب المحكم الذي اختير من الطرف الآخر اللجوء للخبير. ليه؟ حتى لا يكون، لو كان هو مش متخصص، حتى لا يكون هذا الخبير يؤخذ بكلامه 100%، أو المحكم اللي بيبقى أصلا على دراية كاملة بالموضوع فبيستعينه بخبير. ولكن هيئة التحكيم غير ملزمة مثل القضاء بالأخذ برأي الخبير اللي بتجيبه، لأن هيئة التحكيم هي الخبير الأعلى. الشروط الواجب توفرها في المحكم: عدم ارتباطه بأي طرف من أطراف النزاع، أن يكون طبعا كامل الأهلية، ألا يكون ممنوعا من التحكيم بحكم قضائي، ألا يكون له أي مصلحة في النزاع. طيب، التحكيم بينقسم إلى نوعين: حاجة اسمها التحكيم الحر، وحاجة تانية اسمها التحكيم المؤسسي. تعريف التحكيم كان شرحه أستاذنا الدكتور سليم، إنما نقول التحكيم الحر اللي هو الأطراف بتختار أحد المحكمين، الورقة اللي بعدها، بتختار أحد المحكمين
والطرف الآخر بيختار محكم، والاتنين محكمين بيختاروا الرئيس. ده بعيدا عن أي مؤسسة من مؤسسات التحكيم، ده بيسمى التحكيم الحر. وبيكتب في اتفاق التحكيم، في شرط التحكيم بهذه الصورة: في حالة حدوث نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم، حيث يقوم الطرف أحد كل طرف باختيار محكمه، ويقوم المحكمان باختيار رئيس هيئة التحكيم، ويعقد التحكيم في مدينة القاهرة مثلا، ويكون المحكمين مثلا مفوضين بالصلح مثلا، من الموضوع ده بعدين. وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية، وخلاص كده. ده تحكيم حر. التحكيم المؤسسي إن الأطراف يختاروا مؤسسة من مؤسسات التحكيم الدولية أو المحلية ليتم التحكيم أمامها. وهنا بيبقى اتفاق التحكيم قصير خالص: في حالة حدوث نزاع يتم اللجوء إلى المؤسسة، يتم التحكيم طبقا لإجراءات المؤسسة الفلانية. ده اسمه تحكيم مؤسسي. وبالتالي إن كل الإجراءات التي ستتم تتم طبقا للائحة هذه المؤسسة. يبقى يختار الأطراف إجراءات التحكيم وفقا لأحد المؤسسات التحكيمية. هذه القواعد تجب ما ورد قانون التحكيم. طيب قول لي بقى، التحكيم الحر إذا لم يكتب الأطراف القانون الواجب التطبيق، أصبح القانون الواجب التطبيق هو قانون البلد التي يقام فيها التحكيم والتي يقام فيها المشروع، فبالتالي يسري عليهم القانون. إنما بالنسبة للمؤسسات فاللي بيسري عليها قواعد التحكيم الخاص بالمؤسسة، وما ورد وإذا تعارضت مع ما ورد في القانون فإجراءات المؤسسة هي التي تبدى على ما جاء في القانون، إلا ما كان مخالفا للنظام العام. وبالتالي قانون التحكيم لا يستخدم إلا لاستكمال ما لم يرد في قواعد هذا المركز. ويمكن كان في حاجة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وقانون التحكيم من حيث مدة التحكيم. قواعد مركز القاهرة لم تحدد مدة للتحكيم، القانون حدد مدة للتحكيم 12 شهرا، ولهيئة التحكيم 6 أشهر. فكان في قضية فحكمت الهيئة بعد انتهاء مدة التحكيم الواردة في القانون اللي هي 12 شهر، اعتماداً إن إجراءات المركز لم تحدد مدة في التحكيم، وذهبت إلى محكمة استئناف القاهرة طعن في الحكم أنه تعدى مدة التحكيم، والمحكمة رفضت الطعن لأنه إجراءات المركز لم تحدد مدة، وبالتالي هيئة التحكيم لم تخطئ في كونها خدت مدة أكثر من 12 شهر. إذن يلتزم الأطراف بقواعد هذه المؤسسة التحكيمية. وهنا المشكلة بتكون لو لم يطلعوا على هذه الإجراءات ما لناش دعوة. أنت الإجراءات، أنت ملزم بإجراءات هذه المؤسسة. هذه المؤسسات التحكيمية تقدم خدمات السكرتارية وتوفر المكان وجميع الخدمات اللوجستية في استلام وتوصيل مذكرات أطراف الدعوة والاتصالات واستلام أتعاب المحكمين وصرفها حسب قواعد كل مركز. تحل المؤسسة التحكيمية محل المحاكم المذكورة في تعيين المحكمين الذين يمتنع الأطراف عن تعيينهم أو عند الاختلاف على تعيين الرئيس. المادة 9 من القانون المصري حدد، بتقول إذا اختلف الأطراف في تعيين المحكم
أو امتنع أحد الأطراف عن تعيين محكمه، أو اختلف المحكمين في اختيار رئيس هيئة التحكيم، فتلجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لاختيار المحكم. في المؤسسات لا، الذي يقوم بالتعيين ويحل محل المحكمة هو المؤسسة. تشكيل هيئة التحكيم في التحكيم المؤسسي بنفس الأسلوب الذي يتم به التحكيم الحر، طرف يختار محكمه، اثنين محكمين بيختاروا رئيس. للمحكمية في المحكمين عند امتناع أي طرف عن تعيين محكمه أو اتفاق المحكمين على تعيين للمؤسسة، يقول يا مؤسسة عين الرئيس لأن احنا اختلفنا على تغيير أو على اختيار الرئيس. رد المحكمين بالنسبة للتحكيم الحر، القانون حدد، هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين، إنه رد المحكم لا تقوم به هيئة التحكيم، إنما من حقها أن تستمر في نظر الدعوة لو تقدم أحد الأطراف بطلب رد المحكم، إنما تحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة للحكم في طلب الرد. يعني طلب الرد بيعود إلى المحكمة. في التحكيم المؤسسي لا، تكون المؤسسة عادة هي التي تقوم طلب الرد أو رفضه. يستطيع أطراف النزاع المزج بين قواعد إحدى مؤسسات التحكيم وأي قواعد أخرى لأي مؤسسة أخرى أو إلى القانون نفسه. هنقول على سبيل الحصر تقريبا أهم مراكز التحكيم الدولية الأكثر شهرة. أول واحد ومصر عانت منه كثيرا، المركز الدولي لحسم منازعات الاستثمار بواشنطن المسمى بالإكسي. ده له شروط هذا المركز، إنه لما يكون أحد الأطراف المتنازعة من جنسية مختلفة عن جنسية أي دولة موقعة على اتفاقية إنشاء المركز، في هذه الحالة بيبقى المركز هو المختص بنظر هذا النزاع. هذا المركز أسس في واشنطن عام 1965 لحسم منازعات الاستثمار بين الحكومات ورعايا الدول الأخرى غير هذه الحكومات، وصدق على هذه الاتفاقية في هذا الوقت 135 دولة ومنها مصر. وليس هناك ضرورة لعقد التحكيم في مقر المركز بواشنطن. طبعاً هقول إيه، معظم، لا أكثر من معظم، أقول 90% أو يزيد من القضايا التي دخلتها مصر في أمام هذا المركز خسرتها. ومش هقول بسبب إنه معهم حق اللي كسبوا الدول، لا، كان في جزء منها لقصور مننا وجزء منها لتجني هيئة التحكيم. بعد كده اللجنة الصينية للتحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي، تم تأسيس هذه اللجنة عام 54 لحسم المنازعات بين الشركات الأجنبية والمؤسسات الصينية. وفي عام 98 عدلت اللجنة قواعدها التحكيمية حتى تتمكن من نظر المحلي. في المركز الدولي بعده لحسم منازعات التابعة لجمعية التحكيم الأمريكية AAA، تأسست هذه الجمعية عام 26، ومن بين خدماتها التعليم والتدريب. وفي عام 96 أسست جمعية التحكيم الأمريكية المركز الدولي لحسم المنازعات
تأسس هذا المعهد في 1917، وفي السبعينات من القرن العشرين وافقت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على هذا المعهد كمعهد محايد لحسم منازعات التجارة بين الشرق والغرب. محكمة لندن للتحكيم الدولي LCA تأسست عام 85، ومن أهم وظائفها تعيين هيئات التحكيم والفصل في رد المحكمين والرقابة على المصارف ولا تراجع أحكام التحكيم فيها. مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم تأسس عام 78 تحت رعاية اللجنة الاستشارية القانونية لدول آسيا وإفريقيا بمساعدة حكومة ماليزيا، ويطبق المركز قواعد يونسترال الصادرة 1976. طبعا قواعد يونسترال في 76 ثم عدلت في 2010 ثم عدلت في 2012 وفي تعديل جديد حاليا في 2020. مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ده الموجود في القاهرة أسس عام 78 تحت رعاية المنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وإفريقيا بمساعدة حكومة جمهورية مصر العربية، والنشاط الرئيسي للمركز قضايا التحكيم المحلية والدولي. محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، تتمتع المحكمة بعقود طويلة من الخبرة كمؤسسة تحكيمية بارزة. بعد كده مركز التحكيم والوساطة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، يقع المركز في جنيف في سويسرا، وقد أسست ويبو هذا المركز عام 1994، ويتميز المركز بحسم منازعات التكنولوجيا والأعمال الفكرية. ومنذ عام 99 أصبح المركز مؤسسة رائدة في تقديم خدمات حسم المنازعات واخد دلوقتي في التحكيم الإلكتروني. مزايا التحكيم المؤسسي: يوفر للخصوم العديد من الضمانات في كل، يعني الحقيقة المحكمين ما بيبذلوش مجهود غير في دراسة قضيتهم، والمركز بيقوم بكل الإجراءات الأخرى. شفافية تعيين المحكمين إذا كلف بذلك، طبعا دي ما نقدرش نقول عليها 100%، إنما يعني فيها شيء من الشفافية. حفظ الملفات التي تم على أساسها فض النزاع بأرشيف المركز. المؤسسة لها الحق، أو الهيئة بتعطي هيئة التحكيم الحق في إصدار قرارات وقتية أو تحفظية حسب طبيعة النزاع. طبعاً القرارات الوقتية أو التحفظية إيه هي؟ عادةً لما بيكون أنا عاوز أصدر أخذ قرار وقتي أو تحفظي بلجأ إلى المحكمة المستعجلة، عندي بضاعة في الميناء خايف إنها تتلف، أسمنت خايف إنه يتلف، بلجأ عادةً للمحكمة لإصدار حكم مستعجل بإني أتصرف في هذه المواد لحتى لا تتلف. وطبعا المحكمة بتأمر يمكن بإني أودع ضمان لهذا الأمر، ولكن ليس من حق هيئة التحكيم أن تصدر الأوامر الوقتية أو التحفظية إلا باتفاق الأطراف. يعني بيكونوا متفقين في اتفاق التحكيم أن من حق هيئة التحكيم إصدار الأوامر الوقتية أو التحفظية، في هذه الحالة ممكن أن تصدر، في غير هذه الحالة ليس من حق هيئة التحكيم أن تصدر الأوامر الوقتية أو التحفظية. هيئات التحكيم المؤسسي لا، بيسمح للأطراف بإصدار الأوامر الوقتية أو التحفظية، ولكن نخلي بالنا من نقطة، إن تنفيذ أحكام القرارات الوقتية والتحفظية تحتاج لقوة لتنفيذها، ولذلك حضطر ألجأ ثانية إلى المحكمة حتى تعطيني هذه القوة لتنفيذ القرار إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذه. ميزة التحكيم المؤسسي: يساعد الأطراف قبل عرض النزاع،
بيقدم لهم الطلب، بيشوفوا الإجراءات ماشية فيه إزاي وهيتم إزاي، فبيساعدوه في إنه يصل إلى اختيار هيئة التحكيم وبداية النزاع. يتم فيه تفادي عوارض التعطيل كرفض أحد أطراف النزاع تعيين محكمه أو رد المحكمين أو تقاعس أحد المحكمين في أداء مهمته. ما بيجيش أحد المحكمين، ما بيجيش، لا يمكن أي التحكيم تجتمع بدون حضور المحكمين الثلاثة، فبيتقدموا إلى الهيئة المؤسسة بطلب إنهاء مهمة هذا المحكم على أساس إنه معطل التحكيم. من مشاكل التحكيم المؤسسي عندما يتفق الطرفان على مؤسسة أجنبية غريبة عنهما، هذا قد يؤدي إلى تعيين هيئة تحكيم أو أحد أعضائها من أشخاص غير ملمين بالنظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع أو بلغة التحكيم. وده حصلت في قضية شهيرة في المملكة السعودية، إنه كانت في نزاع واستبعد المحكم وكان روسي القانون اللي قالوا القانون الواجب التطبيق هو الشريعة الإسلامية. فالرجل كان قال لك شريعة إسلامية، أنا ما اسمعش حاجة عن الشريعة الإسلامية، وبالتالي حطبق الكومن لو وطلع حكم طبعا مخالف للشريعة الإسلامية. فلجأت الحكومة السعودية إلى محاكم باريس، والظريف إن محاكم باريس فعلا أبطلت الحكم، لأن هذا الحكم كان مخالف للقانون الذي اتفق عليه الأطراف. التحكيم المؤسسي من مساوئه كذلك زيادة التكاليف عن التحكيم الحر. وأنا هأضرب مثل، يعني إخواننا اللي في البحرين، يعني كان عندنا قضية وكنت محكم، فأنا فوجئت إنه أتعاب مركز تحكيم البحرين تفوق أتعاب التحكيم، أتعاب المحكمين الثلاثة، بل مش تفوق، تقريبا ضعفها. وقت ما كنا بنشتغل استغربت الحقيقة، ولأن ده لا يكون في أي مركز تحكيم آخر، ما شفتهوش أبدا إن يبقى أتعاب المؤسسة ضعف أتعاب أعضاء هيئة التحكيم مجتمعية. فهو عادة بتبقى المؤسسات أتعاب التحكيم عالية جدا عن التحكيم الحر. أظهر التحكيم المؤسسي يجب التقيد بنظام التحكيم المطبق لدى مؤسسة التحكيم، ولا يجوز الخروج عن هذا النظام. التحكيم المؤسسي يعطي لمؤسسة التحكيم المجال لها المحل لها النزاع صلاحيات معينة قبل وأثناء نظر النزاع. ونذكر على سبيل المثال الاي سي سي، اللي غرفة التجارة، مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، فيها حاجة مختلفة عن جميع مراكز التحكيم الأخرى، وهي مراجعة الأحكام الصادرة من أعضاء هيئة التحكيم. وده طبعا في كل الدنيا في سرية الأحكام، وبالتالي الحكم لا يراجع، الحكم بتصدره هيئة التحكيم بعد الانتهاء منها، ومحدش مفروض بيراجعه. فده عندها هذا النظام، وهذا النظام بشهادة أحدهم، أنا مش هذكر اسمه، كان نائب الرئيس وهو لبناني الجنسية، وقال والله إن هذا المركز ده، شفتها في مقالة وأنا أعرفه، هو رجل فاضل، قال إنه المراجعة دي الحقيقة بتؤثر تأثيراً عادة في بعض الأحوال بتغير الحكم. فده طبعا كلام في منتهى الخطورة. التحكيم المؤسسي يعطي مؤسسة التحكيم المحل لها نزاع صلاحيات معينة قبل وأثناء نظر النزاع، ولكن إذا حصل النزاع في الصلاحية بالنسبة لمسألة معينة، يعني إيه الصلاحية؟ يعني صلاحية هيئة التحكيم في أن تحكم في موضوع معين
لمسألة معينة بين القضاء المدني الوطني ومؤسسة التحكيم، وكانت تلك المسألة من النظام العام، فلا يجوز نزع الصلاحية من القضاء الوطني طبعا، لأنه لما يبقى أي أمر من الأمور مخالف للنظام العام في أي دولة، لو خالف قرار المؤسسة يبقى قرار المؤسسة باطل بالنسبة لهذا الأمر. اتفاق التحكيم حدثنا عليه الدكتور سليم العوض، إنما احنا هنقول باختصار بعض الإضافات الصغيرة. يجب أن يكون الاتفاق الذي يرد في العقد إما واضحاً وضوحاً كاملاً وألفاظه صريحة لا لبس فيها، مع استبعاد أي طريقة أخرى للتسوية، ويجب تحديد نوع التحكيم بوضوح، هل هو تحكيم مؤسسي أو تحكيم حر، ده يبقى وارد في اتفاق التحكيم بكل وضوح. يجب أن يرد فيه تشكيل هيئة التحكيم، تحديد مهمة المحكمين بكل دقة. ليه؟ لأنه بتخلق مشاكل، بتوجد مشاكل كثيرة، هذه المشاكل بتبقى عبارة عن إيه؟ إنه لو لم أحدد هيئة التحكيم ستبحث في تفسير العقد أو في تنفيذ العقد أو في كل ما يتعلق بالعقد. لو أنا حددت التفسير وعملت التحكيم بخصوص التنفيذ، يبقى على طول الهيئة غير مختصة، ويبقى حكمها لو طلع يبقى باطل. يبقى لازم أنا أحدد أنا عايز إيه بالظبط، ولذلك يفضل أن يكون كل أمر حول هذا العقد. فلازم يحدد التحكيم مهمة المحكمين بكل دقة، ويجب أن يحدد هل هيئة التحكيم عندها الحق في إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية ولا لا. وهناك أمر آخر مهم جدا، وده الحقيقة إحنا شفناه في قضايا كانت مع هيئة الأبنية التعليمية، وهي إنه في حاجة اسمها نظام الكشف. يعني إيه؟ يعني هيئة التحكيم لا تستطيع أن تلزم طرفا بتقديم مستند معين إلا لو فوضت بذلك من طرفي النزاع. هيئة الأبنية التعليمية كانت بتشغل المقاولين وما بتديهمش مستخلصات، يعمل مستخلص من نسخة واحدة وهي تاخده، وهو ما عندوش نسخة منه، والمقاولين غلابة شغالين كده طول عمرهم. ولذلك لما بيجي يقول لي أنا ليا كذا، طب يا عم هات مستخلص، ما عندوش، ده موجود عند الهيئة. هيئة التحكيم لا تستطيع أن تلزم الهيئة أنها تقدمه، ما عنديش، مش هقدمه. وانت هتفترض انه موجود فيه ايه؟ ده فيه ارقام. ولذلك نظام الكشف ده لا يكون الا بتفويض هيئة التحكيم بهذا النظام، بتقول له من حق هيئة التحكيم الامر بكشف الاوراق لدى اي طرف من الطرفين، وبالتالي انت فوض الاثنين فوضوهم بهذا، يبقى اقول له هات لي المستخلص رقم 9، يبقى هيجيب لي المستخلص رقم 9. تمام. فده بالنسبه لل في تعليق جاي لي سريع كده بس هرد عليه، بيقول لك ان المؤسسات بتضمن سلامه الاجراءات. لا، المؤسسات لا تضمن سلامه الاجراءات، لان اللي بيحدد الاجراءات هيئه التحكيم، واكم من احكام صادره من مؤسسات وخدت بطلع. لغه التحكيم يجب ان يتفق على لغه التحكيم، سواء كانت لغه المذكرات أو لغة المرافعة أو لغة الحكم، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار لو كانت القضية في مصر وستعرض على المحاكم المصرية سواء لأخذ الصيغة التنفيذية أو لو فيها طعن، فيجب أن يكون الحكم باللغة العربية. ولذلك بعد ما يصدر الحكم هتضطر تترجمه ترجمة معتمدة عشان تقدمه للمحكمة.
ويجب أن يحدد في اتفاق التحكيم مكان التحكيم، ومكان التحكيم ده عادة بيكون طبقا لاتفاق الأطراف، ولكن القانون سمح لها أن تجتمع في أي مكان تقرره الهيئة، في المدولة مثلا ممكن تجتمع في أي مكان، إنما يجب أن يصدر الحكم في المكان الذي ورد في اتفاق التحكيم. يجب أيضا تحديد القانون الواجب التطبيق، وزي ما قلنا قبل كده إن القانون الواجب التطبيق ده شديد الأهمية، لأنه يجب أن نتفق عليه ويذكر، وإذا لم يذكر هيبقى القانون البلد التي يتم فيها التحكيم ويتم فيها المشروع. إجراءات التحكيم بشكل واضح، يعني هنعمل إيه في التحكيم، وهنقول لكم في الآخر اتفاق تحكيم نموذجي. يجب أن نحدد مدى إلزامية حكم التحكيم وتنفيذه، بنقول إن هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن فيه. قلنا هنا هو كنت بقولها من شوية، استبعاد الطعن في حكم التحكيم. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وهذه الكتابة اللي هي موجودة في اتفاق التحكيم الوارد في العقد أو في صورتين آخرين هنقولهم دلوقتي. ويشترط أن يكون طرفي النزاع كامل الأهلية لصحة اتفاق التحكيم، وهي أهلية التصرف لدى أطراف التحكيم، وأن يكون النزاع قابلا للتحكيم، وزي ما قلت لحضراتكم ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم. بالنسبة لمنازعات التحكيم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية العامة اللي هي أجهزة الدولة الإدارية، دي من حق الوزير المختص، لابد من اعتماد الوزير المختص. واعتماد الوزير المختص بدونه يكون التحكيم باطل. صور اتفاق التحكيم، أستاذنا الدكتور سليم اتكلم عن اتفاق التحكيم المرة اللي فاتت، واتكلم عن مشارطة التحكيم، بس هنضيف حالة ثالثة هي الإحالة. إيه هي الإحالة؟ دي بتظهر عندنا كثيرا. إحنا كنا اتكلمنا في موضوع العقود، عقود المقاول الباطن باك تو باك، فعادة معنى مقاول الباطن عقد الباك تو باك معناه إن كل ما لم يرد في العقد الأصلي فالموجود في عقد المقاول الباطن، فالموجود في العقد الأصلي يكمل هذا العقد. فإذا كان في العقد الأصلي اتفاق تحكيم فبيسري على العقد لمقاول الباطن التحكيم، ولكن بيشترط أن يحال في العقد، العقد مقاول الباطن للعقد الأصلي، يقول ما لم يرد في هذا العقد يستكمل بما هو وارد في اتفاق في العقد بين المقاول والمالك. ففي هذه الحالة هيبقى اتفاق التحكيم ساري على هذا العقد بالإحالة إليه. عايز أقول، وده يمكن إخواننا في الخليج كلهم يعتبروا في بعض الأحوال، أنا شفت الكلام ده، لكن عندي مكتب في أبوظبي في يوم من الأيام، إن الخبير ده محكم. لا، الخبير ليس محكما، الخبرة، الخبير بيبدي رأيا صحيح، ولكن من هيئة التحكيم، من حق هيئة التحكيم أن تستبعد هذا الرأي تماما ولا تنظر إليه. إنما المحكم بيصدر قرارا
واجب النفاذ وغير قابل للطعن. ولكن زي ما قلت لحضراتكم بيطعن في الإجراءات. فالمحكم يقوم بوظيفة القضاء ويحسم النزاع بين الخصوم، ورأيه يفرض عليهم، بينما الخبير هو شخص يكون مساعداً للمحكم أو للقاضي أو وكيلاً عن هذه الأطراف في هذه المساعدة أو هذه الوكالة، ولا يحسم النزاع، وإنما يعطي رأي متخصص بصدد مشكلة ما، وهذا الرأي ليس له قوة الإنسان. طب ما الفرق بين التحكيم والصلح؟ الصلح معناه إيه؟ تنازل متبادل بين طرفي النزاع، وذلك لحسم النزاع. الصلح إن أنا بتنازل وإنت بتتنازل، وحتى لو عرض صلحا أمام المحكمين، ومعرفش أمام المحكمة بتأخذ بهذا الرأي ولا لأ، وكان شخص متنازل عن كل حاجة والشخص الآخر أخذ كل حاجة، أنا قرأت في بعض الكتب قالوا هذا يعتبر مخبثة، مخبثة فيها خبث. ليه؟ لأن كلمة التصالح أن يتنازل كل طرف عن جزء من اللي طلبه، وبالتالي يبقى الاثنين قدروا يوصلوا لحاجة اسمها صلح. طيب خلي بالكو على حاجة بترد، نكمل الأول دي. أما في التحكيم فإن الذي يحسم النزاع أشخاص آخرين اللي هم المحكمين مش الخبير. الصلح نجد تنازلا متبادلا من كل طرف عن جزء من حقوقه. في التحكيم يكسب أحد الأطراف، قد يكسب كل القضية. قد يرد في التحكيم عبارة في اتفاق التحكيم والمحكمون مفوضين بالصلح. ما معنى هذه العبارة؟ ليس معنى هذه العبارة أن هيئة التحكيم تصالح الطرفين، لأنها لو قامت بهذا، هذا ليس من صلاحيتها، ولو قامت بذلك فأي قرار تصدره خلاص أصبح باطلا، فهي كده قد تقريبا انحازت أو خرجت عن وظيفتها. إنما معنى التفويض بالصلح أن تتخلص هيئة التحكيم من الالتزام بالقانون والالتزام بالمستندات كمان، وتحكم بقواعد العدالة والإنصاف التي تراها من واقع القضية ككل، المرافعة والأوراق والقانون، ولكن قبل تلتزم به التزاما كاملا. وده لا يكون إلا بأن يفوضها الأطراف بذلك، إنما لم يفوضها الأطراف بذلك فهي تحكم بالأوراق والقانون ولا تستطيع أن تنحرف عنهما. طيب يعني زي ما اتفقنا احنا قلنا ايه، انه التحكيم يجب ان يكون اتفاق التحكيم يجب ان يكون واضحا تماما من غير غموض وكاملا. الكلام اللي قلناه قبل كده اللي هو واحد كيفية اختيار المحكمين، اثنين القانون الواجب التطبيق، ثلاثة لغة التحكيم، اربعة مكان التحكيم، خمسة لو أنا عايز أفوض المحكمين بالصلح أو نظام الكشف. كل هذه الأمور ده كمال شرط التحكيم، إنما يجب أن يكون خاليا من أي غموض. يعني إيه خاليا من أي غموض؟ يعني ما فيهوش سيرة المحكمة، لأن المحكمة هي الأصل والتحكيم هو الاستثناء. فما فيش حاجة أقول والله لو في حالة تفسير الحكم يتم اللجوء إلى المحكمة، وفي حالة تنفيذ الحكم تنفيذ العقد يتم اللجوء إلى التحكيم. لا، ما جيبش سيرة المحكمة إطلاقا، ده ليكون التحكيم خاليا من أي غموض.
يعني تحكيم يعني تحكيم. الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم: وجوب تطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم. يعني لازم اللي أنا بقوله يكون واضح تماما، أنا هتكلم في نفاذ العقد، هتكلم في تفسير العقد، المكان اللي هروحه، المؤسسة التحكيمية اللي هروحها، هذه الأمور كلها يجب أن تكون واضحة تماما في اتفاق التحكيم. المحكمة عادة في حالة وجود اتفاق تحكيم يمتنع عليها قبول الدعوة إذا وجد اتفاق تحكيم بين الطرفين بخصوص هذا النزاع، ولكن بيشترط إيه؟ إذا أحد الأطراف تقدم بطلب إلى المحكمة، رفع قضية في الموضوع نفسه أمام المحكمة، يجب أن يدفع الطرف الآخر قبل الدخول في الموضوع بوجود اتفاق التحكيم. في هذه الحالة فيحكم القاضي بعدم القبول. ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها دون البدء في إجراءات التحكيم. يعني واحد أحد الأطراف رفع الدعوى، ده لا يمنع أن التحكيم يبدأ، يعني ما يستناش لما يتحكم فيها. إذا كان هناك اتفاق تحكيم وسقط بانتهاء مدته، لو كان في اتفاق تحكيم واتفاق التحكيم حدد مدة التحكيم 6 أشهر ومضت 6 أشهر أو لجأ إلى أو لم يذكر مدة التحكيم، فحنرجع إلى القانون، القانون حدد 12 شهرا ولهيئة التحكيم مدها 6 أشهر أخرى، ففي هذه الحالة لو المدة زادت يبقى الحكم يعتبر باطلا لو صدر الحكم بعد هذه المدة. الشروط الموضوعية كمان لشرط التحكيم، طبعا الحاجة الأولى الأهلية، أن يكون اللي حرره الاتفاق كامل الأهلية، وأن يكون الموضوع الحاجة الثانية محل النزاع قابل للتحكيم. قلنا ما لا يجوز فيه، لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم. والحاجة الثالثة أن يحدد إيه هو النزاع اللي موجود، تفسير عقد، تنفيذ عقد، يبقى محدد في اتفاق التحكيم. ساكمل زي بعض لا شيء ماشي. طيب نكمل صفحتين كده ساعتين. طيب هل نفترض انه احد طرفي النزاع جابوا له حارس، فرضت عليه الحراسة، هل يصح الحارس انه يحل محله؟ لا، لا يصح. طيب دي اتكلم عليها الدكتور سليم اللي هو الوكيل، هل يصح للوكيل إبرام اتفاق التحكيم؟ لا يصح إلا لو كان حرر له توكيل خاص لإبرام هذا الاتفاق. السؤال الثاني، هل يمكن للمفلس أو الصنديق، الحارس القضائي يعني، إبرام اتفاق تحكيم؟ المفلس لا يستطيع إبرام اتفاق تحكيم على نزاع حول أموال التفليس، أما التحكيم الذي أبرم قبل تاريخ الإفلاس فإنه يكون صحيحا ونافذا في مواجهة الدائنين، ويوالي الصنديق إجراءات التحكيم نيابة عن المفلس. بالنسبة للمصفي القضائي لا يستطيع إبرام اتفاق تحكيم أو الحق في التصالح إلا بعد الحصول على إذن من القضاء. طيب نكتفي مؤقتا، ناخذ بريك 10 دقائق إن شاء الله ثم نعود مرة ثانية. ناخذ بريك يا باشمهندس إن شاء الله الساعة 8 نرجع تاني، اللي عايز يلحق يصلي العشاء يشرب قهوة
وهيبقى فيه أسئلة في نهاية المحاضرة إن شاء الله. السلام عليكم باشمهندسين، نستأنف المحاضرة، تفضل يا باشمهندس مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا انه من شروط حكم، من شروط اتفاق التحكيم ان يكون مكتوبا في كده يا محمد لغايه ما توصل للشروط الشكليه لشرط التحكيم. فالتحكيم لا يثبت إلا بالكتابة في جميع صوره وإجراءاته، والكتابة بالنسبة لشرط التحكيم تكون للإثبات. طيب مفهوم الكتابة إيه؟ ليس هو المفهوم التقليدي اللي هنقول إنه الاتفاق بس اللي يبقى بالكتابة، إنما ينصرف صراحة إلى البرقيات والخطابات المتداولة أو المتبادلة والتلكسات وغير ذلك من وسائل الاتصال المكتوبة حديثا، مثل البريد الإلكتروني اللي هو الإيميل والفاكسات، وذلك بصريح نص المادة 12 من القانون المصري والمادة 7 من القانون النموذجي اللي هو قواعد لون استرال. سمعتوني بتكلم كثيرا عن قواعد لون استرال. قواعد لون استرال هي قواعد الأمم المتحدة، وزي ما قلت لحضراتكم هي كان أول صدورها في 76، ثم 85، ثم 2010، ثم 2012، وفي تعديل جديد كان في 2020. وقواعد لون استرال هي القواعد اللي استمدت منها جميع الدول العربية تقريبا أو كل العالم قواعد التحكيم الخاصة بها. نقول أثار التحكيم. أثار التحكيم فيما يتعلق بقانون المرافعات بالنسبة لنا، أول حاجة جهات القضاء تمنع من نظر النزاع الذي يدخل في إطار التحكيم، يعني وجود اتفاق التحكيم يمنع القضاء من نظر هذا النزاع. والثاني، الأثر الثاني يتمثل في إعطاء المحكمين سلطة الاختصاص بالنزاع، يعني في نظر النزاع الذي اتفق الأطراف على إخضاعه للتحكيم. تاني حاجة، تدخل قضاء الدولة في أثناء سريان خصومة التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بنفسه في توافر صفته كمحكم أو عدم توافرها، أو شأن طرح التحكيم عليه أو عدم جوازه أو بطلانه أو صحة الاتفاق على منح سلطة الحكم في النزاع. هنا قد نحتاج إلى تدخل القضاء. يتدخل القضاء لرد المحكم لو تقدم طرف من الأطراف بطلب رد المحكم. المختص بنظر هذا الرد هو القضاء. عندما يختلف المحكمين على موضوع الأتعاب، فاللي بيحدد الأتعاب بتبقى المحكمة. الناس بتشتكي بيقول لك في خلاف بين السلايد واللي بنقوله. كما يتدخل القضاء إذا استطالت إجراءات التحكيم عن المدة المتفق عليها، ففي هذه الحالة قد يتقدم أحد الأطراف إلى المحكمة لطلب مد المدة
لأنه هو تجاوز هيئة التحكيم تجاوزت السنة والستة أشهر اللي واردة في القانون أو الاتفاق أو الوارد في اتفاق التحكيم، فبيلجأ للمحكمة لمد مدة. إحنا اتكلمنا عن اتفاق التحكيم فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية والتحفظية من شوية. في حاجة في التحكيم بتقول يجب أن يفسر حكم التحكيم بطريقة ضيقة، يعني لا يستطيع الأطراف في اتفاق التحكيم إلزام الغير بأي التزام ناشئ في هذا العقد حتى في حالات التضامن. يعني ما اقدرش ادخل اي طرف غير طرفي التحكيم في النزاع لما اجي احكم، وهما ما يقدروش كمان في اتفاق التحكيم يلزموا طرف ثالث معهم. يعني انا بالنسبه لي تفسيري يكون ضيقا، وهما بالنسبه لهم لا يستطيعوا ان يدخلوا اطراف اخرى. تكلمنا عن محل اتفاق التحكيم. يعني المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم تتمثل في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، وقد أجاز النص الصلح على المسائل المالية المترتبة على الحالة الشخصية. يعني واحد عمل حادث، واحد مات، بخصوص العقوبة الجنائية ملناش دخل بيها، إنما بخصوص العقوبة بخصوص الاتفاق على التعويض ده ممكن أن يتم فيه التحكيم. واتفقنا قبل كده أنه في مسألة الاختصاص أن المحكم يفصل في اختصاصه. واتكلمنا عن أن الدولة عندما تكون طرف في التحكيم لا بد من موافقة الوزير المختص على هذا التحكيم. طبعا في فرق كبير بين هيئات القطاع العام لا تعتبر من الدولة، فلما يكون حد من القطاع العام ده لا يعتبر، لا يشترط موافقة الوزير المختص. طيب يثور سؤال، هل يجوز استعمال اتفاق التحكيم أكثر من مرة؟ الإجابة نعم، ولكن بشرط ألا يكون في أمر حكم فيه في نزاع سابق، لأن هيبقى سابقة الفصل فيه. إنما أي موضوع آخر استجد فبيلجأ إلى التحكيم ويستخدم الاتفاق مرة واثنين وثلاثة وأربعة. طيب سؤال كمان بيحدث كثيرا، نفترض إنه هيئة التحكيم أصدرت حكما، هيئة التحكيم في اتفاق تحكيم موجود، وتقدم أحد الأطراف للمحكمة وقضت بقبول الطعن في هذا الحكم، هل يستطيع الفرد ده أن يلجأ للتحكيم ثانية بذات الشرط؟ نعم، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ التي يكون قبول الطعن بسبب خطأ أو عيب في اتفاق التحكيم. في هذه الحالة يبقى اتفاق التحكيم فاسد، وبالتالي ما يقدرش يعيد التحكيم بهذا الاتفاق الفاسد.
طيب، حالات هنتكلم دلوقتي كمان يا محمد، خليك معانا. لا مش متابعة كويس. حالات بطلان حكم التحكيم بسبب اتفاق التحكيم. لا بعد كده، أيوة من هنا. في أحوال كثيرة يبطل حكم التحكيم بسبب اتفاق التحكيم، وذلك للأسباب الآتية: إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو قابلا للإبطال. يعني إيه باطلا؟ يعني أحد اللي وقعوا على اتفاق التحكيم مثلا غير كامل الأهلية، أو إذا لم يوجد اتفاق تحكيم من أصله، أو يكون أحد أطراف اتفاق التحكيم غير كامل الأهلية طبقا لقانونه، أو عدم تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم. طيب، والدكتور سليم كان شرح لنا الحتة دي، إنه شرط التحكيم الوارد في العقد، أولا كلمة اتفاق التحكيم دي معناها إيه؟ معناها الشرط ومعناها المشرطة، الاثنين لهم نفس التسمية. لو شرط تحكيم حرر قبل نشوء النزاع، إذا النزاع هو إيه؟ ما احناش عارفينه لسه، وبالتالي مقبول إنه لا يكون فيه النزاع، موضوع النزاع. إنما لو عملت مشرطة، دي بتبقى بعد نشوء النزاع عادة، فدي بيرد فيها موضوع النزاع. إذا لم يحدد، ولذلك لما بيبقى فيه شرط تحكيم، فالمذكرة التي تقدم، أول مذكرة بتقدم بتشمل الطلبات، ودي بتعتبر مكملة لشرط التحكيم. نيجي على اتفاق التحكيم. لو حرر اتفاق التحكيم يجب أن يحدد فيه موضوع النزاع، طالما حرر اتفاق التحكيم بعد نشوء النزاع. فعدم تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم ده يسبب بطلان لحكم التحكيم. أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، زي موضوع السعودي اللي شرحناه لحضراتكم من شوية. طيب، ندخل دلوقتي بقى في حرفية صياغة اتفاق التحكيم. ايه حرفية صياغة اتفاق التحكيم؟ اتفقنا انه يجب ان يكون اتفاق التحكيم كاملا. ازاي يكون كاملا؟ يتضمن تفويضا كاملا للمحكمين، لا لبس فيه للفصل في النزاع. ان يكون كاملا متمتعا بكفاية ذاتية لا تدع مجالا لاستكماله بقرار من الغير. ولتحقيق المبدأ الأول في التفويض الذي لا لبس فيه، زي ما قلت لحضراتكم، نتجنب الغموض ليكون السبيل الوحيد لحل النزاع. وأمثلة الخطأ إيه؟ اجتماع النص على التحكيم مع النص على اختصاص القضاء. أكتب القضاء أو التحكيم، يبقى القضاء يكسب لأن القضاء هو الأصل. النص على جواز شرط النزاع على التحكيم، النص على إحالة بعض المنازعات إلى التوفيق والبعض الآخر إلى التحكيم، النص على إحالة الخلافات إلى التحكيم والمنازعات إلى المحاكم. دخلنا في مشكلة عشان أفسر الفرق بين الخلاف والمنازعة. الاتفاق على اختصاص القضاء في حالة عدم نجاح التحكيم في حسم النزاع، الاتفاق على إحالة المنازعات الفنية إلى التحكيم والقانونية إلى القضاء أو العكس. كل هذه الأمور أمور من أمثلة الخطأ الذي قد يترتب عليه أنه يبقى اتفاق التحكيم غامضاً. أمثلة الكمال تشمل جميع النزاعات التي تنشأ عن العقد، سواء تفسير أو تنفيذ، وتضييق نطاق اللجوء إلى القضاء. أسلوب اختيار المحكمين يجب أن يكون واردا. الحاجة اللي بعدها، الاتفاق على القانون الواجب التطبيق.
الاتفاق على مكان التحكيم، الاتفاق على لغة التحكيم. طبعا لو موجود تحكيم حر يجب أن يكون هناك اتفاق على الإجراءات الخاصة في التحكيم الحر. بعد كده نظام الكشف، هل سأسمح بنظام الكشف ولا لا؟ وهو إلزام أحد الطرفين بكشف جميع مستندات الخاصة بالطرف الآخر. إصدار الأوامر الوقتية أو التدابير التحفظية، كيفية سماع الشهود أو اللجوء إلى الخبرة، تفويض المحكمين بالصلح، كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة ليكون اتفاق التحكيم كاملاً. الموضوعات التي يجب أن يشملها اتفاق التحكيم: الاتفاق على حسم النزاع عن طريق التحكيم بطريقة واضحة، تحديد نوع التحكيم هل هو حر ولا مؤسسي، فإذا كان التحكيم خاصاً يعني حر وجب شموله عن النقاط الآتية اللي قلناها من شوية: تشكيل هيئة التحكيم، تحديد مهمة المحكمين بدقة وحدود اختصاصهم، تحديد لغة التحكيم، تحديد مكان التحكيم، تحديد القانون الواجب التطبيق، مدى إلزامية حكم التحكيم وتنفيذه، استبعاد الطعن في حكم التحكيم ونفقات التحكيم. طيب شرط التحكيم متى ينتهي؟ ينتهي شرط التحكيم بصدور حكم المحكم، ينقضي التحكيم باتفاق على الخصوم على ذلك صراحة، يعني ممكن قبل صدور الحكم أن يتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات، دي هنتكلم عليها في الأحكام. ففي هذه الحالة ينقضي التحكيم، أو ينقضي التحكيم بوفاة المحكم أو فقده الأهلية أو تنحيه أو عزله، ده في حالة ما لم يعين بدلا منه. وجوب تفسير شرط التحكيم زي ما اتفقنا تفسيرا ضيقا، ده شرط تحكيم نموذجي. أيوة، في حالة نشوء نزاع من أي نوع، يبقى قلنا هنا إيه أول حاجة؟ من أي نوع، يبقى أنا قفلت طريق إنه أي بند من بنود الخلاف ممكن لا تعرض على التحكيم أثناء تنفيذ الأعمال. موضوع هذا العقد بين طرفي التعاقد يتم اللجوء إلى التحكيم، يبقى أول حاجة خلينا من أي نوع، ما خلناش فيه أي غموض. نمرة اتنين، حيث يقوم كل طرف من طرفي النزاع باختيار محكما عنه، يبقى الحاجة التانية طريقة الاختيار. طيب هل بسيب طريقة الاختيار دي مفتوحة؟ لا، بحدد له مدة، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع إحالة النزاع إلى التحكيم، يبقى أنا كمان حددت له مدة، لازم خلال 15 يوم تختار محكم، ويتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. طيب افرض أنا حبيت أكتب ويختار الطرفان ويتفق الطرفان على اختيار المحكم الثالث، يبقى التحكيم ده مش هيشتغل أبدا، لأن لا يمكن من الطرفان هيتفقوا على المحكم الثالث إطلاقا. واحد فيهم حس انه غلطان هيخش التحكيم؟ لا، ما احلى القضاء هنا، هنا حلاوه القضاء، اقعد 9000 سنه في القضاء وبقابلني لو عرفت انفذ كمان، وبالتالي لا يمكن يتفقوا. فتخلي بالكم من هذا الموضوع، اوعى تكتب الطرفين. طيب كده هيئه التحكيم اتشكلت، في حاله عدم اتفاقهم على المحكم الثالث يتم اللجوء إلى مكان ما، ده بيسموه إيه هذا المكان؟ سلطة التعيين. طب ليه بكتبه؟ ما أنا عايز أهرب من القضاء، أنا كل مشكلتي القضاء، فأنا لو هألجأ للقضاء يبقى زودت المدة. لا، أنا بلجأ لسلطة التعيين. سلطة التعيين دي بيتم التعيين فيها في أسبوع بالكتير، لو رحت المحكمة هاخد لي 6 7 8 9 أشهر، يبقى ألجأ ليه؟ أولا ألجأ إلى التحكيم. خلي مريم ترجع،
تمام. طيب يا مريم، ارجعي لي السلايد اللي قبله يا مريم. يبقى احنا حددنا سلطة التعيين لاختيار المحكم الثالث، مش اختيار المحكم الثالث وبس، ولو امتنع أحد الأطراف عن تعيين محكمه. وتكون جلسات التحكيم بمكتب المحكم المرجح اللي هم اختاروه. ليه؟ لأن ده تحكم حر، ممكن أقول بالقاهرة، في أي مكان في القاهرة تحدده هيئة التحكيم، ويكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري، وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية. وهنا زودنا ويفوض المحكمون بالصلح، وشرحنا قبل كده معنى تفويض المحكمين بالصلح. طيب احنا هنعمل مقارنة صغيرة كده دلوقتي بين التحكيم إذا كان أمام قضاء الدولة، وإذا كان أقصد التحكيم، المقارنة بين التحكيم وبين قضاء الدولة. التحكيم لا تخضع أحكام التحكيم للاستئناف. مريم السلايد اللي بعده ومريم. القضاء تخضع أحكام المحاكم لاستئناف وأنواع مختلفة من الطعون، دي يبقى دي ميزة للتحكيم. الحاجة الثانية، بمقتضى العديد من الاتفاقات الدولية وبالخاصة اتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الموقعة من 120 دولة ومصر منها، دي اتفاقية لتنفيذ الأحكام التي تصدر خارج البلد أو أي حكم يعتبر أجنبي حتى لو صدر داخل مصر. يتم تنفيذ الأحكام بالدولة التي ينتمي إليها الطرف المتقاضي المنتمي للدولة الموقعة على الاتفاقية. بالنسبة للقضاء يواجه صعوبة عادة، ولا يتم بصفة عامة الاعتراف بحكم المحكمة في دولة أخرى إلا عن طريق تطبيق معاهدة ثنائية أو بموجب قواعد صارمة، ولو إن يوجد بعض الاستثناءات على ذلك. يبقى برضو بقى التحكيم هنا له ميزة، يكون الأطراف أمام التحكيم على قدم المساواة فيما يتعلق بالآتي: مكان التحكيم في بلد محايد، لغة التحكيم، القواعد الإجرائية، جنسية المحكمين، والتمثيل القانوني. على الرغم بالنسبة للقضاء بقى، على الرغم من حياد القضاة الوطنيين، إلا أنهم يطبقون اللغة وقواعد إجراءات دولهم، وغالبا ما ينتمون إلى نفس جنسية الأطراف. ده الفرق بين الاثنين لما تبقى الجنسية مختلفة. يمكن البند الرابع، يمكن للأطراف اختيار محكمين تتوافر فيهم درجة عالية من التخصص طالما كانوا مستقلين. وعادة ما يتابع المحكمون القضية بأنفسهم منذ بدايتها وحتى نهايتها. ليس كل القضاء بقى متخصصين، على سبيل المثال فيما يتعلق بمنازعات براءات الاختراع أو المنازعات المصرفية أو منازعات أسماء الدومين. وفي القضايا طويلة الأجل قد يتعدد ويختلف القضاء الذين يتابعون القضية، يعني القضية اتغير القضاء في أحوال كثيرة، بيتغير القضاء أثناء نظر النزاع. المادة الخامسة، تسمح معظم القواعد التحكيمية بمرونة كبيرة في تحديد الإجراءات والمرافعات والأجل الزمني ومكان الجلسات ومكان اجتماع المحكمين عند صياغة حكم التحكيم. تتقيد محاكم الدولة بشدة بقواعدها الإجرائية. يبقى بيتميز التحكيم هنا بالمرونة. قبل تشكيل المادة اللي بعدها، قبل تشكيل هيئة التحكيم يجب على الأطراف الحصول على المساعدة المؤقتة من المحاكم. وبعد تشكيل هيئة التحكيم لظل الأطراف في معظم النظم القانونية في حاجة للحصول على أوامر من المحكمة لإيقاف السلوك المخالف. وطبقا لقوانين العديد من الدول، تملك هيئة التحكيم اتخاذ تلك التدابير بنفسها،
ومن غير المجدي بالنسبة للمحكمين إصدار أوامر لها تأثير على الغير. بالنسبة للمحاكم هي طبعا أكثر قوة في موضوع التدابير الوقتية، إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء سريع وفعال ضد مخالفة عن طريق أمر قضائي أو مصادرة المواد المخالفة، يمكن الحصول على أمر مساعدة قضائية فوري من المحكمة حتى قبل بدء الإجراءات في الموضوع، وقد تصدر المحاكم أوامر قضائية مانعة ضد طرف ثالث أكثر قوة وحزم. ده طبعا التدابير المؤقتة يعني بتحتاج لقوة المحاكم الممثلة لسيادة الدولة سلطة إجبار الغير والشهود على المثول أمام المحكمة، يعتبر سلطة سيادية للمحكمة، وهذه السلطة لا يملكها المحكم. التحكيم أسرع من القضاء، ما فيش جدال، ويكون سريعا جدا، أسابيع أو أشهر وفقا لرغبة الأطراف، قد تتأخر وتطول الإجراءات، وقد يقع الأطراف في شر سلسلة طويلة ومكلفة من إجراءات الاستئناف. المادة اللي بعدها، جلسات التحكيم غير علنية، ويتسلم الأطراف فقط نسخا من الحكم، حيث تظل الأسرار التجارية والمخترعات السرية، وخاصة في منازعات الملكية الفكرية، بشكل يمكن وضعها شروط إضافية للسرية لهيئة التحكيم بشكل أمر إجرائي أو في مشارطة التحكيم. جلسات المحكمة والنطق بالأحكام علنية. نيجي على المصاريف، يتحمل الأطراف مقدما أتعاب المحكمين ومصاريف السفر والإقامة والمصاريف الإدارية للمؤسسات التحكيمية. على سبيل المثال، تكلفة التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في باريس قيمته 1,000,000 دولار، وينظر محكم فرض، يعني النزاع 1,000,000 دولار، وينظر محكم فرض، تبلغ أتعاب التحكيم حوالي 540,000 دولار في المتوسط، فرقم عالي جدا. أتعاب القضاء بالرغم من أنها أقل، إنما إذا استمرت القضية عدة سنوات ولن تقل بأي حال من الأحوال عن 5 سنوات، قد تفقد القيمة المتنازع عليها قيمتها نتيجة التضخم. طيب، هل ممكن ناخد أسئلة عن اللي فات دلوقتي، لأن هندخل في موضوع جديد، واخد بالك؟ وبعدين لو كان في وقت نكمل. إيه؟ خلاص خلاص. السلام عليكم يا باشمهندسين. طيب هنبدأ ناخد الأسئلة بالترتيب كده. مهندس أحمد مرسي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا باشمهندس أحمد. أنا بعد ذلك زي حضرتك، أنا كان عندي استفسار حاولت أسأل عليه الدكتور محمد المرة اللي فاتت، موضوع اختيار المحكم. أنا عندي لبس في موضوع موضوع ايه؟ الحرية التامة في اختيار المحكم. اختيار المحكم إن كل طرف يختار المحكم الخاص بيه، ايوه هل ده ملوش أي ضوابط؟ بمعنى أنا ممكن أختار واحد أنا بثق فيه لكن هو مش كفء إن هو يكون محكم، وكذلك الطرف الثاني، خصوصا إن الدكتور سليم نبه إن في حتى بالنسبة لمراكز التحكيم الحر هو سماها مراكز تحت السلم، فإيه القيود إن أنا أختار محكم كواليفايد ان هو يقدر يحكم، فبالتالي محكمة تاخد بالقرار ده، والا كل واحد يجيب محكم صاحبه مثلا مش ذو خبرة وفي الاخر يصدروا حكم مش عادل ويتنفذ الحكم ده؟ هل ما فيش اي قيود؟ اي حد بيختار اي حد؟ احنا قلنا باشمهندس احمد حاجه اسمها سلطان الاراده، يعني انت لو اخطات في اختيار محكمك فانت اللي هتشيل. اخترت واحد صاحبك جاهل، سوري يعني في استخدام اللفظ، فهيوديك في داهيه. اخترت واحد وما سالتش عليه وتاكدت من امانته هيبيعك برضه، واخد بالك؟ وفي ناس بتتخيل المؤسسات
ممكن تختار لك حد كويس، للأسف لا، أنا بقول بكل وضوح يعني. المؤسسات يعني هم يقولوا على التحكيم ده، مش عايزين نقول يعني راح تزعل الناس كلنا مننا، عبارة عن سموها إيه، هم بيقولوا عليها مافيا، أنا بقول عليها كومبينات، يعني في كومبين أنت شغلني وأنا شغالك وماشية العملية. وبالتالي إنه ليه إحنا بقى بنقول سلطان الإرادة؟ أقول لك عشان أنت تختار المحكم اللي واثق في أمانته وإخلاصه. ليه أنا جبت أول كلمة قلتها قلت مواصفات القاضي؟ هو ده اللي أنا عايزك تختاره، لما تيجي تختار لازم تختار ينطبق عليه كل الكلام. ما ينطبقش عليه كل الكلام ده شيل بقى أنت يا عم، أنت اللي اخترته فأنت تشيل، خلاص؟ هتيجي تقول لي هل يشترط تخصص معين؟ هرد عليك رد، هقول لك نفترض النزاع على نكهة السجاير. نكهة السجاير هجيب مين من المحكمين يشتغل فيها؟ واحد زي حالاتي عمره ما دخن، ولا دور على الخرمانجي؟ تعرف الخرمانجي؟ هدور على الخرمانجي. طب انا هشترط في الخرمانجي ده مؤهلات ايه؟ اهم حاجه انه خرمانجي، وبعدين ادور بقى على الحاجات التانية، واخد بالك؟ اذا لا يشترط حاجه معين، او ملبس، او ملمس الملابس، كل نوع بملمسه عايز واحد خبير. فانا لو كان عندي نزاع على ملمس ملابس او نوع ملابس هجيب واحد، مش هشترط بقى انه معاه لصنص ولا كلام من، واخد بالك؟ يعني بمعنى اخر مفيش جهه بتقول ان ده محكم، يقول مفيش حد بيدي اعتماد لحد ان ده محكم تخصص. بيشترط انه اهم حاجه الامانه والاخلاص، وانه راجل سمعته طيبه، وبعدين حسب بقى التخصص اللي انا هشتغل فيه، واخد بالك؟ يا حبذا انه يكون مؤهل ودارس ومدرب وحضر دورات زي بتاعتنا دي، ده جميل. انما لم يتيسر لك فانت هتضطر تختار حد بيتميز بانه واحد كاتب له الحياديه والاستقلال والنزاهه، صح، واخد بالك، ويكون سمعته طيبه، ويكون برضو على علم بحيث يقدر ما يغلطش اخطاء اجرائيه تؤدي الى بطلان الحكم بس. فهو ده الاختيار. لا اظن انه الاعتماد على المؤسسات انها تختار لك، لان دي كومبينات كلها، ولكن اذا كان القانون مديك سلطان الاراده في الاختيار، يبقى انت تختار وتسال وتدور لغايه ما تلاقي المحكم اللي هينفع. يعني مفيش حاجه اسمها لقب محكم. انت حضرتك بتشوف حد شخص انت شايف ان هو يصلح، بغض النظر هو معاه لقب محكم من اي جهه او لا، مفيش حاجه اسمها كده. لا مش شرط. اوكي. لا عشان انا وصلت لايه، لا يشترط انه يكون مسجل، يعني حتى عندنا في قائمه محكمين وزير العدل، اقول لك بكل وضوح فيها اربع خمس اسماء صدر ضدها احكام بالحبس. عايز ايه اكتر من كده؟ وانا عايز اعرف دول يسجلوا ازاي. خلاص كفايه كده، واخد بالك؟ مش هتزود يعني، فيها كذا واحد انا عارف صادر ضدهم حكم حبس. يا راجل حبس، طب حبس ايه؟ في تهمه رشوه. اذا وانا احط محكم في قايمه وهو حرامي، وقايمة الدولة يا اخوانا ده كلام يعني لا يعقل الحقيقة، يعني عايز اقول اكثر من كده ايه. فلذلك القانون قال لك يا راجل سلطان الارادة، انت اختار زي ما انت عاوز، ما تلجأش لاي حد وتاخد اسم كده من غير ما تعرفه، لا انت لازم تسأل وتدور، وده سمعته ايه وخبرته ايه وبيشتغل ازاي في قضايا التحكيم، والقضايا بتاعته اخبارها ايه، وكم قضية منه خدت بطان، واخد بالك؟ ده لا، وفي بعضهم يعني في قضية قريبة قوي، القاضي في محكمة النقض من كتر ما استفز
أصدر حكما بحبس المحكمين. إيه رأيك بقى؟ والمحكمين دول بيتبعوا مركز يتبعوا أحد النقباء، مش أنا على فكرة، نقيب آخر، واخد بالك؟ طب ده مصيبة، مصيبة صحيح، يعني إن أنا يبقى عندي أحكام إنه يصدر حكم بحبس المحكم، بيديله حبس 3 سنوات، واخد بالك؟ تمام. فده كلام خطير الحقيقة، يعني كلام خطير خطير. تمام. فالمهم إنه زي ما بقول لك، أنت تختار من تثق في أمانتي ونزاهتي وحياده واستقلاله، وأنت تمام. حر. أنت اخترت غلط، أنت اللي هتدفع الدم بس. تمام يا فندم. غيره؟ السؤال اللي بعده مهندس محمد الحداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس حضرتك ربنا يبارك في عمر حضرتك وعلمك. الله مساء الخير يكرمك صديقي ويسعدك. المهندس محمد، الله يبارك في حضرتك. دلوقتي حضرتك كنت ذكرت بطلان العقد لا يبطل شرط التحكيم، ايوه، كنت محتاج توضيح للجزئية دي. اوضح لحضرتك. طبعا العقد ده مين اللي هيقضي بانه باطل؟ المحكمة؟ لا، ده فيها اتفاق تحكيم، يبقى اللي هيقضي ببطلانه هو اتفاق التحكيم الموجود في العقد الباطل. فقال لك لذلك ابعد الاتفاق التحكيم، لا يبطل بطلان العقد، لأنه ده اتفاق على نزاع، على حل النزاع، والاتفاق ده نفسه هو اللي هيحكم فيما إذا كان هذا العقد باطلا أو غير باطل. ولذلك قال لك ده مستقل عن العقد، يعني لو بطل العقد لا يبطل الشرط الموجود في العقد. تمام. واضح كده؟ طب واضح كده. طب يمكن اقتران شرط جميل. التحكيم الحر مع اجراءات التحكيم المؤسسي، يعني يتاخد جزء اداري مثلا من التحكيم المؤسسي اطبق بيه لا تحكيم لا، حر؟ دقيقة واحدة، اشرح لي بقى السؤال، لأنه كده دخلنا في 4 5 حتت. تمام. قول هل لي كده يجوز أول. هل 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 يجوز او هل يمكن اقتران شرط التحكيم الحر بتحكيم مؤسسي، يعني ممكن اخد جزء من التحكيم المؤسسي كاجراءاته مثلا واطبقها في التحكيم الحر؟ هل ده ممكن يبقى شرط مطروح في التعاقد؟ هتاخده ازاي؟ انا ساعات باخده، هقول لك ساعات باخده في ايه. انا مش عايز ألجأ للقضاء، فاعمل ايه؟ اقول لو حصل خلاف زي العقد بتاعنا ده، الاتفاق اللي انا ورطه لك ده، انا حددت سلطة التعيين دي مؤسسة تحكيمية اللي بتعين. تمام. فانا بحدد مؤسسة تعين لي المحكمين اللي ما تعينوش، يبقى ده دخلت المؤسسة في جزء من الشغل، ولكن ليس طبقا لإجراءاتها. او ساعتها اقول ايه، يعني هقول لك حاجة، كان عندنا قضية في مركز البحرين اللي حكيت لحضراتكم عنها دي. فهذه القضية كان مفروض ان احضر اجتماعاتنا في البحرين، فاحنا قلنا لهم يا اخواننا ايه رأيكم لو نخلي اجتماعاتنا تتم في مركز القاهرة، في القاهرة، وانا اعلم ان في اتفاقية بينكم وبين بعض. قالوا ما فيش مانع، الطرفين وافقوا، فبقينا بنتبع اجراءات مركز البحرين، لكن المكان اللي قاعدين فيه مركز القاهرة، بحيث ما نسافرش، بنعمل اجتماعاتنا في القاهرة. الرئيس كان الله يرحمه المستشار الدكتور يحيى الجمل، وأنا كنت محكم عن أحد الأطراف، وكان المحكم الثاني لبناني. فقلنا إيه، واحد بس يسافر بدل الثلاثة، فبقى اللبناني بيجي القاهرة، وبقينا بنجتمع في القاهرة. ده إحنا خدنا جزء من أحد المؤسسات التحكيمية الأخرى، ده توافقي بس مش مذكور، ولكن الإجراءات بتبقى هي الإجراءات الواردة في اتفاق التحكيم الأصلي، قال لك تبقى لإجراءات مركز البحرين، فبقينا بنشتغل تبقى لإجراءات مركز البحرين. تمام. واضح كده؟ واضح كده. شكرا حضر جدا. شكرا. السؤال اللي بعده مهندس أحمد الطناني، تفضل.
الو، السلام عليكم دكتور. اهلا بشمهندس احمد. الله يخليك. بقول لحضرتك، حضرتك في الشرح قلت ان ممكن اتفاق التحكيم يعني يتم الاتفاق عليه وزي كده امضه الناس تكون صادره من اغيار وليس من طرفي التحكيم. معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان انا ما اقدرش احكم. يعني انا يمكن حكيت في قضيه في محاضره سابقه، قلت كان عندي قضيه مع صندوق اراضي ورز وزاره الداخليه، وكان الخطا واضح من الاستشاري. هل انا استطيع، والنزاع بين المقاول وبين صندوق اراضي وزاره الداخليه هي المالك، هل انا استطيع ان ادخل الاستشاري وقد ثبت خطاه والزمه بحكم؟ لا، ما اقدرش، مع انه ثابت امام عيني انه هو المخطئ وهو اللي جاب البلوى دي كلها، انما لا استطيع ان ادخل الغير. هو ده بيقول الاغيار، اللي هو الغير ده ما اقدرش ادخله في قضيه التحكيم، ما اقدرش احكم عليه. تمام كده. وكمان مش كده وبس، وفي لو افترضنا عقد بين الصندوق اراضي وزاره الداخليه وبين المقاول، هل يقدروا الاثنين يتفقوا مع بعض في اتفاق التحكيم ويدخلوا الاستشاري كطرف لانه اخطا؟ طبعا لا، ما يقدروش، لانه هو مش موقع معاهم على عقود. هو ده بيقول تفسير العقد تفسيرا ضيقا، ما تقدرش تدخل حد تالت عليه. وضحت كده؟ السؤال اللي بعده، مهندسة جانا موسى، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام بشكر جانا. أهلا فيك مهندس ماجد، عودا حميدا. الله يكرمك يا ستي، والله وحدوني. والله وانت كمان. مهندس من ضمن الأشياء اللي كنا بنحكي فيها عن موضوع المشارطة وشرط التحكيم، مو مشارطة التحكيم أو اتفاق التحكيم نحكي. هلأ نعتبر اتفاق التحكيم أو شرطه لا يعتبر إجرائيا، لأنه يفترض في الأمر الإجرائي أن يكون فيه الشخص بصفته خصما في الدعوة، والاتفاق لا يكون لسه فيه خصومة. لكن نعتبر، طيب أنا بس عايز أوضح الأول قبل ما تكملي سؤالك، اتفاق التحكيم معناه الشرط او المشارطه، الاثنين بياخدوا مسمى اتفاق تحكيم. خلاص نخلص دي الاول. الاوامر الاجرائيه دي اوامر بتصدر من هيئه التحكيم، يبقى زين موقف كلمه امر اجرائي ملوش دخل بالحدود، استبعديه تاني. كملي سؤالك بس. معلش، هو سؤالي هو بالضبط في هذا الموضوع، الشرط او المشارطه انهم لا يختلفان عن بعض، يعني في العقد لا يختلفان. هقول لك الخلاف يجي في ايه. تفضل. الخلاف يجي في ان الاتفاق شرط التحكيم يكون سابقا لنشوء النزاع، مشارطه التحكيم عاده ما تتم بعد نشوء النزاع. طيب بعد نشوء النزاع انا عرفت ايه هو النزاع، يبقى لازم النزاع يتكتب في اتفاق التحكيم او في المشارطه. طيب بعد نشوء النزاع بعمل ايه؟ بختار محكمين، يبقى اسماء المحكمين هيتكتبوا في المشارطه، بعكس الشرط. الشرط ما فيهوش اسماء محكمين، انما احنا هنا خلاص الاتفاق ده او المشارطه خلاص بعد كده بننط على التحكيم على طول. يبقى بيرد فيه ايه هو النزاع، بيرد فيه المحكمين، اسماء المحكمين، ده مش كده بس، والمحكمين بيوقعوا معي على هذه المشارطه، وبتحدد في مهمة المحكمين بكل دقة. بهذه المشارطة المحكمين بيكتبوا إقرار منهم بأنه لا يوجد ما يثير شبهة حول حيدتهم واستقلالهم في نظر النزاع. فإذا المشارطة بتبقى متوسعة كثيرا عن شرط التحكيم. يعني ليس المشارطة ببالك، هتسلم ليك نتكلم بعد كده عن الحكم، هقول لك المشارطة دي تعتبر من مستندات يجب أن تكون في صلب الحكم.
بتكتب كما هي في صلب الحكم. نعم. واخد بالك؟ الفرق بين الشرط والمشرط. وضحت كده؟ تمام. سؤال معلش. معلش في مشكلة في الصوت، لحظة، الميكروفون عند مهندس ماجد ما فتحش، لحظة. فتح. تمام. مهندسة جنى معلش حضرتك كنت بتسألي سؤال وأنا ما خدتش بالي، هرجع لك تاني في الدور، ممكن حضرتك تعملي ريز هاند. مهندس محمد فياض اتفضل. السلام عليكم مهندس ماجد. أهلا باشمهندس محمد. سؤال، لو افترضنا مشروع بمصر مثلا، والقانون اللي مذكور باتفاق التحكيم قانون بلد آخر، فهل القواعد الآمرة للقانون المصري لا زالت تطبق ولا خلص أنا متفق على قانون بلد ثاني؟ لا لا لا، القواعد الآمرة، عشان بس نقول القاعدة الآمرة لا يمكن إغفالها، خلاص؟ فبالتالي باخذ القواعد الآمرة للقانونين، صار قانون بلد المشروع والقانون المطبق. طبعا هيبقى عندك القواعد الامره للقانون اللي انتوا اتفقتوا عليه والقواعد، بس هتيجي نقول القواعد الامره عندي اللي في مصر. طبعا لو التحكيم هيتعمل في مصر فمؤكد المشروع هيتنفذ في مصر او متنفذ في مصر. طبعا المشروع متنفذ في مصر فالقاعده الامره الموجوده في مصر لا محاله ستطبق. لو حصل انه كانت مخالفة للنظام العام قاعدة أميرة ومخالفة للحكم، لا هيبقى الحكم باطل. سؤال ثاني سليم ولا صعب؟ هي التحكيم على بينة من هذا. سؤال ثاني تفضل. بس حضرتك كنت عم تحكي مع في مهندس قبل يسأل سؤال، انه هو لو عين صاحبه، هلا انا اللي قرأته انه لا يجوز ان يكون المحكم له علاقة بأي من أطراف النزاع، هل في أنا تهمان الموضوع غلط؟ هل ممكن أنا عين؟ أنا قلت كده، أنا قلت لازم يبقى على علاقة بي، أنا قلت لا يجوز أن يكون عليه على علاقة بطرف النزاع. طبعا يعني هو تماما، بس كلمة العلاقة دي هي دي بقى النقطة اللي هي واحد كتب لي مصلحة، هي دي العلاقة دي. يعني إيه؟ افرض أنا والمهندس محمد حسين اهو قدامي اهو، واخد بالك؟ تمام. في علاقه بيننا في موضوع الدورات دي، هذه العلاقه تخليني افقد الحياد والاستقلال. لو كانت تخليني افقد الحياد والاستقلال هنا يبقى لا ما ينفعش. انما اي علاقه، مش معقول انت طالب مني ان انا ما اكونش على علاقه بالناس، لا انا بحتك بالناس واعرف الناس وبقابل الناس، انما العلاقه التي يتطرب عليها علاقه مصلحه او علاقه ماليه او ماديه، هنا نقدر نقول لا نخلي بالنا منها، دي ما تنفعش. وضحت؟ تمام. الله يجزيك خير. فالعلاقات العابره لا. طيب مهندس خالد رضا اتفضل. انا بس حابب قبل ما افتح السؤال لمهندس خالد رضا، المهندسين بيسالوا على السلايدز بتاعه المحاضره، بالنسبه للناس اللي طبعا مشتركه معانا في الكورس الكتب كلها اتبعتت لها، بكره ان شاء الله السلايدز بتاعه الكورس كامله هتوصل لكل الناس. السلايدز بقى بتاعه المحاضره الاولى والثانيه هيتم نشرها ان شاء الله على الفيسبوك وعلى لينكدين لكل الناس، المحاضرة الأولى والتانية، لكن باقي المحاضرات هيتم إرسالها للناس المشتركة في الكورس. حابب برضو أنوه على حاجة سريعا، إحنا الحمد لله يعني الفترة اللي فاتت ربنا كرمنا وعملنا حوالي 20 منحة ل 20 مهندس محضور الاقتصاد بتاعنا CE01. حضرنا بالنسبه لسي ام بي 01 الحمد لله كان فيها منحه لاربع افراد، وسي ام بي 02 اللي هي الفيدك المعتمده من الفيدك نفسه كان فيها منحه لثمان افراد،
والكورس الاولاني اللي احنا فيه في منحه تم عمل منح لاربع مهندسين، وجاري انتظار اشتراكات اخرى او اسف تقديمات اخرى للمحامين اذا اتسع لهم المجال. ثم في ماده ان شاء الله يتم الاعلان عنها يوم الجمعه الجايه عن القانون المدني والعقد الاداري وقانون البديل بقى ل 89 لسنه 98، القانون الجديد بتاعه اظن 182 لسنه 2017 او 18، برضه في منحه. انا بقول الكلام ده عشان احنا يعني الحمد لله بنحاول نوصل علم لاكبر عدد من المهندسين بحيث ان يشاركوا معانا ونستفيد منهم وهم يستفيدوا مننا ان شاء الله. فيوم الجمعه الجايه هيبقى في منحه اربع مهندسين هيتم الاعلان عنها للكورس الجديد ان شاء الله، عشان الناس اللي بتسالني في الشات. طيب ناخد السؤال اللي بعده. مهندس خالد رضا اتفضل. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا بس استكمالا للسؤال احد المهندسين زملاء بخصوص الشرط والمشرطه. طيب وانا فهمت ثواني باشمهندس خالد لحظه واحده. باشمهندس خالد معلش، اصل في سؤال اللي جالي دلوقتي الحقيقه لا لازم اجاوب عليه لانه سؤال مهم جدا وانا رديت وانا قلته قبل كده. بيقول ايه؟ هل يمكن اللجوء للقضاء مباشره من احد الاطراف على الرغم من العقد، العقد ينص على اللجوء الى التحكيم؟ انت هتمنعه ازاي انه يروح للقضاء؟ ما يروح، بس انت هتروح لازم يعلنك، فاول ما يعلنك هتروح قدام القاضي قبل ما تتكلم في الموضوع تقول له يا سعاده القاضي ده في اتفاق تحكيم اهو. هنا يمتنع على القاضي أن ينظر النزاع، ودي قلناها أكثر من مرة. إذن هو إجراء قلته أولى، أو هو هيحاول يعمل إيه؟ يعني بيحاول يستغل إن أنت تغلط غلط. عارف أنت هتغلط إمتى؟ لو أنت تقدمت بدفاعك قبل ما تدفع بوجود اتفاق تحكيم، هنا انت دخلت في نقطة يمكن القاضي يستمر في نظر النزاع، لأن النقطة بتقول انه لابد انك تقول هذا الكلام قبل ان تقدم دفاعك في هذا النزاع. فخد بالك انه بوجود اتفاق تحكيم يمتنع عن القضاء نظر التحكيم، نظر النزاع. خلاص اتفضل بقى دكتور خالد. معلش انا اسف جدا. لا يا فندم مفيش حاجة. بقول لحضرتك بس يعني استكمالا للسؤال بتاع الشرط والمشارطه، يعني انا فهمت لحضرتك ان المشارطه غالبا بتتم بعد حدوث النزاع، تمام؟ هل طيب هل في اي حاله او سبب او داعي لان يكون في شرط ومشارطه قبل النزاع؟ لا، اصل هقول لك برضو السؤال كويس. في حاله وجود شرط ما احناش محتاجين لمشارطة. المشارطة عادة بتكتب في حالة عدم وجود، في حالة عدم وجود شرط تحكيم، وفي حالة وجود في اللجوء إلى المحكمة. فبالاتفاق على اللجوء في عمل مشارطة لغيت البند بتاع المحكمة، واخد بالك؟ يعني هو مش هيحرر مشارطة إلا لو ما كان ما فيش اتفاق تحكيم أو شرط تحكيم في العقد، واتفق الطرفين إنهم يروحوا التحكيم وما يعملوش قضاء. يعني الشرط والمشرطة غالبا لا يجتمع، إنما عادة ما بيكونش في شرط وفي مشرطة عادة، ولكن أحيانا بيقولوا طب عايزين نحدد بقى إيه هو المحكمين وإيه هو النزاع فبيعملوا المشرطة، إنما في أغلب الأحيان بيكتب الشرط. يعني هو في الغالب انا فهمته من حضرتك دلوقتي ان لو ما بيكون في شرط ده بيبقى هو كافي للجوء للتحكيم، بيبقى ولكن كافي للجوء الى التحكيم. مظبوط. في بعض الحالات بيتم عمل مشرطه دي علشان يكون تفصيلا لبعض شروط التحكيم. بالظبط. الشرط ما فيهوش مكان، ما فيهوش لغه، فبيعملوا المشرطه. طيب بالنسبه للجزء الخاص بالمحكم، ايه الاجراءات اعتراض على احد المحكمين من الطرف الاخر؟ يعني ايه الاجراءات وبيتم تنفيذ؟ لا لسه ده الموضوع بقى التاني
اللي احنا وقفنا عنده، لان الموضوع الثاني هو تشكيل هيئه التحكيم. ماشي. فده في تشكيل هيئه التحكيم، الرد واللي هو ده، وانهاء مهمه المحكم وتشكيل هيئه التحكيم، ده موضوع هنتكلم فيه بعدين. شكرا جزيلا. يعني جاي على طول. شكرا. مهندسه جنى اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كان السؤال الثاني بدي أسأله عن موضوع تنفيذ الأحكام، أحكام القرارات الوقتية والتحفظية. حضرتك قلت أنها تحتاج إلى قوة لتنفيذها في حالة إذا امتنع أحد الأطراف عن ذلك. إذا اتفق الطرفين على أنهم يعني يعطوا الهيئة التحكيم يعني تنفيذ أحكام القرارات الوقتية والتحفظية، هل أيضا يحتاجوا إلى حكم محكمة أو إنفاذها عن طريق طبعا المحكمة؟ لأنه مظبوط، لأن أنا هحتاج لقوة لتنفيذ الحكم لو هو امتنع. فلازم في الحالة دي هجيب التنفيذ منين؟ هلجأ المحكمة تاني. إذا لم يمتنع أحد الأطراف، إذا اتفقوا كده. لا، لو اتفقوا جميل خلاص حلت المشكلة. مش لو اتفقوا قبل، لو اتفقوا على تنفيذ الحكم، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الاتفاق الأولاني إن من حق هيئة التحكيم إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية. خلاص هيئة التحكيم أصدرت أمر وقتي وتحفظي. أحد الأطراف امتنع، لازم ألجأ لقوة جبرية تصدر من المحكمة. إنما الاثنين اتفقوا طوعيا إنهم ينفذوا الحكم، جميل، اتحلت المشكلة، باش في مشكلة. جميل. سؤال ثاني، قواعد المؤسسة التحكيمية تجب ما ورد في قانون التحكيم أو لوائحها. طب هي لوائحها إلا ما يخالف النظام العام. تمام، لكن هي لوائحها قائمة على ماذا؟ مش قائمة على قانون التحكيم اللي هو 27-94، أو قائمة على شيء آخر؟ لا، دي قائمة على في الغالب هتكون واخدة من قواعد اللون استرال في الغالب معظمها. وهتجد أنا حكيت لكم على الخلاف اللي حصل في قضية في مدة التحكيم بين مركز القاهرة الإقليمي وبين محاكم الدولة أو قانون الدولة. في سؤال اتحط. طيب لو جانا خلصت بعد كده نرد على السؤال. تمام، شكرا مهندس ماجد، خلاص تمام، شكرا. العفو ستة. شكرا. في سؤال بيقول متى يكون التحكيم دوليا؟ يكون التحكيم دوليا إذا كان أحد أطرافه من خارج الدولة، ده يكون في هذه الحالة التحكيم دوليا. وبعدين تنفيذه، قلنا الاتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة في 1958، هذه الاتفاقية بتلزم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وبالتالي بتتنفذ في أي مكان موجود من الدول المتعاقدة اللي الموقعة على الاتفاقية. فالتحكيم الدولي يكون أحد أطرافه أجنبي أو عقدت أمام أحد مراكز التحكيم الأجنبية، ففي هذه الحالة برضو بيعتبر هذا التحكيم أجنبي أو دولي. طيب آخر سؤال معانا مهندس محمد فياض. السلام عليكم دكتور. سؤال، هل يجوز الاتفاق على إمكانية عدم، يعني على عدم إمكانية قبطان حكم التحكيم مهما كان، أنه ما يكون على عدم إيه؟ على إمكانية عدم إبطال حكم التحكيم. ما سمعتش. لا يمكن إبطاله؟ ما هو بيكتب أيوه. كده هو كلهم ممكن. بيكتبوا كده وبيقدموا للمحكمة يبطلوه. يعني إنما المحكمة ما تاخدش بهذا الكلام. المحكمة محددة على سبيل الحصر في القانون، ده هناخده بعدين، الحالات التي تبطل حكم التحكيم. وبالتالي لو وجدت حالة من الحالات التي تبطل حكم التحكيم، في هذه الحالة هتقضي ببطلان حكم التحكيم. تمام، الله يسعدك. تمام، مش مهندس، في معلش سؤال جه في الآخر كده مهندسة إيمان ماهر، نسمع منها
ونقفل على طول ان شاء الله. تفضلي. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ اخبار حضرتك؟ اهلا باشمهندس ايمان. ازاي أستاذ؟ الحمد لله بخير، الله يبارك في حضرتك. معلش أستاذ حضرتك، أنا لو حصل طعن على قرار لجنة التحكيم واتقبل الطعن، طبعا الطعن ده بيكون قدام القضاء، تمام؟ إيه الخطوة اللي بعد كده؟ يعني خلاص حصل، حكم القضاء حكم ببطلان حكم التحكيم، إيه الإجراء اللي بيتم بعد كده؟ هيعاد التحكيم من أول وجديد، يعني هيبقى لأن اتفاق التحكيم جديدة. نعم، قضية يعني جديدة من أول وجديد. اتفاق يعني الاطراف هيختار. نعم تمام، يعني قصدي الاطراف هيختاروا محكمين جديد جداد، ولا هيبقوا ممكن ليهم الحق ان هم يختاروا نفس المحكمين اللي هم اختاروهم اول مره؟ لا، مش هينفعوا المحكمين القدام لسابقه الفصل في النزاع، ما هو خلاص فقدوا الصلاحيه. تمام، لانه قبل كده اصدروا حكم. تمام، فازاي هيطلع حكم مختلف؟ يعني النقطة غير مقبولة. ولذلك أدام أصدروا حكم مش هينفعوا، فقدوا الصلاحية، فلازم يختاروا محكمين جداد في الحالة دي. تمام، ماشي، شكرا لحضرتك. شكرا، العفو. طيب شكرا لكم جميعا، جزاكم الله خيرا. كده انتهت المحاضرة الثانية إن شاء الله من كورس التحكيم. بقية المحاضرات للأسف مش هتكون مذاعة لايف يعني، أما المنحة فهتكون لمادة ثالثة، هي مادة مش من دبلومة التحكيم، من دبلومة العقود اللي هي CMB. هيتم الإعلان عنها غالباً إن شاء الله يوم الجمعة على فيسبوك ولينكد إن، والناس المشتركة على تليجرام وواتساب والكلام ده كله هيقدروا يشوفوا الإعلان يعني يوصلهم. اللقاء في محاضرة تانية إن شاء الله مذاعة لايف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.